نوع من الأمن النسبي عاشه المواطن اليمني في مدينة عدن جنوب اليمن خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد تفجر الوضع العسكري بين قوات الحكومة والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وما سبقته من عمليات إرهابية استهدفت بعض المقار الحكومية والعسكرية. بدأ الناس يشعر بارتياح واطمئنان بالوضع الهادئ والمستتب داخل محافظة عدن، لكن فجأة ما حدث في خلال اليومين الماضيين بالانفجار الانتحاريين يعطي خوف وقلق على المواطنين. هذا الشعور بالأمان الذي عاشه المواطن في عدن مؤقتا وأعاد إليه الأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها وازدهار النشاط التجاري في المدينة والتحسن النسبي للوضع المعيشي بددته العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مقرا أمنيا في المدينة، رغم ثبات البعض على موقفه بشأن حتمية زوال الإرهاب والمشاكل الأمنية من مدينة السلام والتعايش عدن وإن طال الزمن حسب تعبيرهم. تمكنت جماعة الإرهابية بالوصول إلى هذه المنطقة المحصنة، كانت يعني بسبب كردة فعل لهذه الجماعات لما حصل لها من انهزامات داخل أو في محافظة حضرموت، بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية لا تمتلك أجهزة الكشف عن المتفجرات وعن النواسف التي تمكن الأجهزة الأمنية من كشف أو الكشف المبكر لهذه الجماعات في من خلال النقاط التي تنتشر في الطرقات المؤدية إلى هذا الموقع المحصن. عودة العمليات الإرهابية في مدينة عدن واستهدافها أهم المقرات الأمنية عدها البعض تحديا صارخا من قبل الجماعات المتطرفة للحكومة والمنظومة الأمنية في عدن، وخاصة جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان هدفا مباشرا للعملية الأخيرة، فيما اعتبرها البعض الآخر خللا واضحا في الجانب الأمني والمخابراتي سهل عملية الاختراق. الحكومة غير موجودة، ما فيش أمن، يعني هذا اختراق أمني خطير. واللي استغربه كثير جدا أنه في المناطق المحررة منذ 3 سنوات العمليات متواصلة، عملية التفجير واختراقات الأمنية في حضرموت في عدن، في بينما لم يحصل أي شيء. لما نسمع في المحافظات الانقلابية ما يسموه بالانقلابية في صنعاء، يعني ما حصل أي اختراق للمؤسسات الأمنية، وهذا سؤال بصراحة ما قدرت أجيب عليه. يرى مراقبون أن عدم التوافق وحضور الخلاف في أوساط القيادات الأمنية وتعدد مصادر القرار واحدة من أهم عوامل نجاح أي عملية إرهابية في أي بلد كان. عبد الكريم الشيباني، الحرة، عدن.